بتخافوا منها؟ اكتر حاجه بنخاف منها، بخاف منها مواصلات. يعني بحس ما ينفعش بنت تركبها لوحدها عشان الولاد وكل ده. يعني القطط، كلاب. انا بخاف من الحيوانات، بخاف من القطط، النمل، الحشرات. ممكن ما اخافش من الصرصار، بس النمله لا بخاف منها. من الشباب يعني الايام دي، بسم الله ما شاء الله. يعني دلوقتي ثانويه عامه اكيد. اي حاجه بتمشي، اي يعني حشرات ماشي، حيوانات ماشي، يعني اي حاجه بتتحرك كده بترعب، عندي فوبيا منها وبتخض من خيالي. قطط، فران، كلاب ماشي، فكله كله. دول خبلانه تواضع من